السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج العاشرة، ونتناول فيها الأزمة الاقتصادية الراهنة في ليبيا وجهود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للتخفيف من وطأتها. يأتي ذلك وسط موجة غضب شعبي تجاه أزمة نقص السيولة وانخفاض سعر صرف الدينار أمام الدولار التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق. فما واقع الأزمة الاقتصادية في البلاد وما مدى نجاعة الخطوات التي قام بها المجلس الرئاسي وما الذي يمكن أن يفعله أكثر؟ ما الخطوط العريضة التي يجب تحملها أو يجب أن تحملها ميزانية 2017 لتتوافق مع التحديات التي تفرضها الأزمة الاقتصادية الراهنة في ظل استمرار الانقسام السياسي؟ نطرح هذه التساؤلات وغيرها على ضيوفنا في عاشرة الليلة. ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من طرابلس المحلل الاقتصادي وحيد الجبو، وعبر الهاتف من طرابلس الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي إبراهيم السنوسي، وعبر سكايب من بيروت الناشط السياسي سليمان البرعصي، أما عبر الهاتف من سبها يشاركنا الحوار الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي إبراهيم شويشين. أرحب بكم جميعا ضيوفنا ومشاهدينا، وقبل أن نبدأ النقاش نتابع التقرير. وسط نقص للسيولة وهبوط حاد لقيمة الدينار الليبي يصاحبه تضخم في الأسعار وشح في الموارد المالية للدولة، يعيش الاقتصاد الليبي أزمة خانقة لم تشهد البلاد مثلها منذ استقلالها عام 1951. المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعهد منذ دخوله إلى العاصمة طرابلس بالدفع بعجلة الاقتصاد لتخفيف حدة الأزمة التي تعيشها البلاد عبر إيجاد الوسائل الناجحة لذلك. وفي سبيل ذلك احتضنت العاصمتان البريطانية لندن والإيطالية روما اجتماعات اقتصادية استهدفت زيادة التنسيق بين المؤسسات الاقتصادية الليبية والمتمثلة في المصرف المركزي وديوان المحاسبة والمجلس الرئاسي من أجل توفير التمويل اللازم للميزانية العامة للدولة، فضلا عن قرار المجلس الأخير بدعم صندوق موازنة الأسعار للبدء في استيراد السلع الأساسية وتوفيرها بسعر مدعوم للمواطنين. على المستوى الشعبي يشهد الشارع الليبي احتقانا نتيجة سوء الأوضاع المعيشية، وقد نظم عدد من المواطنين في طرابلس ومصراتة وقفات احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية ومحاربة الفساد الإداري والمالي. هذه التحركات سبقتها دعوات شعبية للعصيان المدني لإيصال معاناة المواطن كوسيلة ضغط على المسؤولين والساسة في البلاد للتحرك بسرعة تجاه مطالب القاعدة الشعبية التي وجدت نفسها بين مطرقة الهاجس الأمني وسندان الوضع الاقتصادي المتأزم. إذا نبدأ الحوار معك سيد الجبو، ما قراءتك للوضع الاقتصادي حاليا في ليبيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير لكل المشاهدين. الحقيقة يعني الوضع الاقتصادي بالفعل هو متأزم، ونحن يعني نعلم جميعا بأن هناك مشكلة اقتصادية ومشكلة مالية في ليبيا. هذه المشكلة نراها تتراوح في مكانها بسبب لعدة أسباب، هي طبعا لا توجد هناك إرادة ولا يوجد هناك اتفاق حتى الآن، أو لنقل انفراج سياسي يؤدي إلى انفراج اقتصادي. الانفراج الاقتصادي يحتاج إلى مجموعة من العوامل حتى هذه اللحظة لم تتوفر، وهو على رأس إنهاء الانقسام السياسي الذي يعني يعزز هذا الأزمة الاقتصادية. الحقيقة يعني وهي تبدأ طبعا الأزمة الاقتصادية من عملية تحرير الاقتصاد الليبي أو جعل الاقتصاد الليبي قادرا على مواجهة هذه التحديات. هناك مجموعة من التحديات تواجه هذا الاقتصاد، كما قلنا تكرارا ومرارا من أنه يجب أن يكون هناك ضخ كامل للنفط بواقع مليون أو مليون نص برميل، وطبعا هذا لا يتأتى في هذا الوقت، لأن هناك مجموعة من الصعوبات، هناك حقول تحتاج إلى صيانة، هناك يعني مجموعة من طيب سنفصل أكثر في الحلول جاهزة الحلول الكفيلة بإنعاش الاقتصاد الليبي والخروج من الأزمة الحالية. اسمح لي أن ننتقل إلى ضيفنا أيضا سيد السنوسي، بدورك ما التوصيف الدقيق في وجهة نظرك للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد؟ أختي العزيزة، قبل التعليق على الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي أشبعناها فيما سبق نقاشا في أسبابها وأدخلناها
معالجات ونصائح للجهات المختصة في الدولة، المصرف المركزي والرئاسي والبرلمان وغيرهم. أريد فقط أن أنوه هنا مسألة الاحتجاجات الشعبية التي تكلمت عنها، هي احتجاجات بسيطة جدا، وكأن الشعب الليبي لا يعاني من أزمة اقتصادية. مثلا تضخيم هذه الاحتجاجات في وسائل الإعلام عبر وسائط التواصل الاجتماعي فيسبوك وغيره هو مسألة تضخيم لا أكثر. لم أشاهد، أنا أتجول في الشارع الليبي وشارع طرابلسي بالذات، لم أشاهد هذه الاحتجاجات على أوضاع المعيشية إلا من أفراد معدودين لا يتعدوا العشرات في ميدان الجزائر وغيره. طيب، أوضحت فكرتك بهذا الشأن، وسنعود لمناقشة ردود الفعل الشعبية بشكل عام يعني ومدى صداها، ولكن ما التوصيف الدقيق للأزمة الاقتصادية الحالية برأيك؟ العزيزة، نحن لا نعاني من مشكلة اقتصادية في الأصل، المشكلة هي مشكلة سياسية، نعاني من تشرذم وتفرق على المستوى السياسي لا على المستوى الاقتصادي. ليبيا دولة واعدة اقتصادية، ليبيا تملك من المقومات ما يؤهلها لأن تكون رائدة في المجال الاقتصادي، وهذا ما أثبتته عام 2012. ليبيا في عام 2012 وصلت نسبة نمو جيدة جدا بعد حرب 2011. المشكل الأساسي والذي تسبب في المشكل الاقتصادي هو المشكل السياسي، المشكل الأمني فقط. إذا ما حللنا هاتين المشكلتين بإذن الله مسألة الاقتصاد سهلة وحلولها سهلة، لأننا نملك ما يؤهلنا لمواجهة تحدي المصاعب الاقتصادية. طيب سيد البرعصي، في ظل ترجيح إذن سيد السنوسي بأن المشكلة في الأساس هي سياسية وليست اقتصادية، برأيك من الطرف المسؤول بالدرجة الأولى يعني وراء تعميق هذه الأزمة؟ السلام عليكم. أنا أختلف مع السيد السنوسي الذي يقول أن ليبيا ليس بها مشكلة اقتصادية ومشكلة سياسية. ليبيا في أزمة اقتصادية حقيقية منذ التسعينات، ليبيا لا تملك اقتصاد حقيقي، ليبيا تعتمد على اقتصاد ريعي من قطاع واحد هو قطاع النفط، وهذا لا يعطي دولة حقيقية، هذا لا يبني دولة حقيقية. ليبيا للأسف 95% من عمالتها هي عمالة زائدة، هي عمالة بطالة مقنعة لا يقومون بإضافة دخل إلى الناتج القومي، لا يضيفون قيمة إلى الناتج القومي. 50,000 موظف فقط في قطاع النفط هم المسؤولين على توليد الثروة في ليبيا، وهذا يؤدي إلى وهذا يبين لنا أننا في مشكلة اقتصادية كبيرة. وللأسف كنا نعتقد أن بعد 2011 ستقوم الدولة الجديدة بتنويع الاقتصاد في ليبيا بحد الاعتماد على النفط، ولكن للأسف اتجهت الدولة إلى اتجاه واحد آخر وهو زيادة المرتبات والاعتماد على النفط بصورة كبيرة. المشكلة الآن في ليبيا هو مشكل اقتصادي كبير، ومشكل سيكون له تأثيرات حتى لو تم الاتفاق السياسي، هذا السنة وحصلنا على حكومة واحدة فلن يكون هناك حل للمشاكل الاقتصادية. يجب أن نواجه الليبيين، يجب أن نقول الليبيين أننا دولة فقيرة ليس لنا قدرات اقتصادية، لا يمكن لنا بناء دولة حقيقية بالوضع الاقتصادي الموجود حاليا. ليبيا دولة معتمدة اعتماد كامل على النفط، في حال حتى لو صار اتفاق سياسي اليوم هذه السنة ولم يحدث اتفاق في الأوبك غدا، هناك اجتماع في الأوبك غدا على تحديد سقف الانتاج، ومع أن ليبيا مستثنية من هذا السقف، ولكن هناك احتمال كبير لنزول أسعار الدولار أسعار النفط إلى 20 دولار و 30 دولار للبرميل الواحد، وهو ما لا يحقق موازنة جيدة للاقتصاد الليبي. يجب على الاقتصاديين الليبيين الآن النظر إلى تنويع الاقتصاد، الحد على اعتماد على النفط. طيب، يجب اسمح لي أن أقاطعك في هذه النقطة لأننا سنعرج عليها في سياق حلقتنا أيضا. سيد شوشين، كيف ترى الدور الذي يقوم به مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات المالية يعني متمثلة مثلا في وزارة المالية وديوان المحاسبة تعاملهم مع هذه الأزمة الراهنة؟ أولا نرحب بالمشاهدين ومرحبا بكم في هذه الحلقة المسائية. الحقيقة بالنسبة لدور مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة، أنا أعتقد أن حتى تتخذ من قرارات في هذا الوقت الراهن وفي أن التشتت اللي حاصل في الدولة، أعتقد أن قرارات لن تكون لها ذات يعني غير ذات جدوى، يعني توجيه القرار يعني زي ما صدر القرار اللي تو حاليا في بشان تعويم الدينار، يعني هذا في اعتبار الناس يعني حيكون
في الوضع الحالي اللي حاصل في الدولة والاقتصاد اللي صاير تو حاليا وارتفاع سعر الدولار متحكم لا يعطي للدولة أي قرار يعني مجدي. أعتقد أنها لا غير مجدي قراراتها في الشأن هذا إلا لما تكون فيه يعني المؤسسات السيادية تحت قرار واحد متوحدة مع بعضها بحيث أنها يكون أي قرار يصدر عنها مؤثر بشكل عام على الدولة. هذا ما نراه في الوقت الحاضر يعني. طيب لنتحدث الآن إلى ردود الفعل الشعبية وصدها سيد الجبو، هل تعتقد أن رد فعل الشارع الليبي الآن يعني وفقا لحجم الأزمة الاقتصادية جاء مبرر؟ هو لا طبعا لا نستطيع ان هو ان نقول غير مبرر الحقيقه، يعني هو فعلا هناك مشكله، ولكن حتى هو حجم الاحتجاج الشعبي يعني ليس كبير كما ذكر الاخ ابراهيم وكان بسيط، والسبب نحن نعلم ان هذه الازمه لم تبدا اليوم او امس حتى يقومون بالاحتجاج على هذا الوضع. الحقيقه الازمه لها اكثر من 3 سنوات، زياده الاسعار وغلاء الاسعار لكل السلع بدا منذ حوالي 2 سنين تدريجيا، اختفاء أو نقص السيولة بدأت منذ حوالي 6 أشهر، إقفال حقل الحقول النفطية منذ 3 سنوات. فإذا يعني هناك هذه طبعا هذه الاحتجاجات هي كانت احتجاجات يعني بسيطة وليست يعني احتجاجات كبيرة على مستوى كل الشوارع والميادين، ولكن نحن نعلم أن تحت يعني هذه الاحتجاجات سوف لن تؤدي إلى حل ما لم يتم تماسك الدولة وما لم يتم إنهاء الانقسام السياسي. لا يمكن، لا تستطيع الدولة أن تقدم حلول لهذه المشاكل ما لم يتم الانقسام السياسي ويتم الاستقرار الأمني. تحتاج هذه الأجهزة سواء كانت مصرف ليبيا المركزي أو المجلس الرئاسي أو الحكومة اللي هي الآن نحن غير عارفين هل هي حكومة يعني بدأت بالفعل في عملها أم هي لا زالت حكومة تصريف أعمال، يعني في أمور سياسية متشابكة غير واضحة. طبعا الأوضاع تعتبر شبه مجمدة، الاقتصاد مجمد، حتى الشركات الأجنبية الاستثمارية التي كانت لها يعني دور في إنعاش الاقتصاد الليبي والتي تعمل في داخل ليبيا في استثمارات مختلفة وطبعا على رأسها الاستثمارات النفطية، الآن حتى هذه اللحظة لم تعود بسبب عدم استقرار الوضع الأمني، بسبب عدم الوصول إلى حل سياسي. هذه كلها طبعا عوامل تؤدي إلى تأخير الحل المشكل الاقتصادي، ولكن في النهاية كما ذكر الزميل إبراهيم بالتأكيد ليبيا دولة واعدة، دولة لديها الكثير من الموارد، يمكن أن تحل هذه المشاكل بمجرد تنويع مصادر الدخل، بمجرد الحلول أو الوصول إلى حل للوضع الاقتصادي والأمني، قصدي الوضع السياسي والأمني، فسوف يتم حل المشكل الاقتصادي ولن يستغرق طويلا. يعني في حالة وجود إرادة حكومية وإرادة شعبية لتغيير منهج كل الليبيين. طيب يعني بالنسبة للحكومة عليها أن تخطط كيف تنوع مصادر الدخل. وضحت فكرتك، اسمح لي أن ننتقل إلى السيد السنوسي. هل تعتقد سيد السنوسي أن رد فعل الشارع الليبي سيلقى صداه لدى حكومة الوفاق ومصرف ليبيا المركزي؟ بالنسبة لرد فعل المصرف المركزي ومؤسسات الاقتصادية في البلد، تعودنا أن تكون دائما باهتة من فترة، مثل ما قلنا التشرذم السياسي، التمزق الحاصل في الدولة على المستوى السياسي، المشاكل الأمنية سببت لهم برود في ردة الفعل. حتى وإن احتج الشارع فعلا وخرجت عشرات الألوف من الناس إلى الشوارع والميادين واحتجت على الوضع المعيشي، لا أعتقد أن ردة الفعل ستكون قوية، بل هي ردة فعل باهتة. الدولار يرتفع شيئا فشيئا فشيئا إلى أن وصلنا إلى 7 وكسر من الدينارات تساوي دولار واحد. بالنسبة للمصرف المركزي، تكلمنا فيما سبق أن المركزي يعاني نفسه مشاكل عدم اجتماع مجلس الإدارة في جلسة واحدة. مجلس الإدارة تشرذم ما بين المنطقة الشرقية ما بين طرابلس، وأحيانا حتى أعضاء مجلس الإدارة دائما موجودون في الخارج، كذلك المحافظ. أيضا المجلس الرئاسي لا أعتقد أن اهتماماته بردود فعل الناس اهتمامات قوية، بل هي اهتمامات باهتة جدا. أختي العزيزة، أنا أشاهد يوميا الليبيين موجودون في المقاهي في المطاعم
يصرفون عشرات بل مئات الدينارات على الأكل والشرب، تخطب المطاعم في طرابلس، المقاهي بروادها، كذلك البيع بالتجزئة نوعا ما لم يعاني مشاكل من حيث التجارة، بل محال والمولات الكبيرة والعلامات التجارية الموجودة في طرابلس في مناطق معروفة يوميا تبيع بعشرات الألوف. أنا ما أشاهده أن الليبيين لا زالوا يصرفون ببدخ. صحيح أن هناك شريحة كبيرة من الليبيين تعاني مشاكل على المستوى المعيشي، لكن لا توجد أصلا ردود فعل شعبية ويقابلها ردود فعل رسمية. من خرج بالأمس أو الأمس هم عشرات فقط، لا يتعدى العشرات من الأشخاص. طيب سيد برعصي، بما أن سيد السنوسي أشار إلى مسألة يعني الانقسام في المؤسسات، إلى أي مدى يمكن أن يمثل عدم توحيد المؤسسات السيادية للدولة عائق أمام أي من المعالجات التي يقدمها أما المجلس الرئاسي أو مصرف ليبيا المركزي؟ أكيد أن عدم توحد المؤسسات الليبية لن يجعل عملية الإصلاح سهلة، بل سيعطلها. ولكن الأهم، أعتقد أن الأهم هو توعية المجتمع الليبي والشعب الليبي، توعيته بأنه أن الاقتصاد الليبي اقتصاد ضعيف وليس قوي، وأن البترول، زمن البترول قد انتهى، ويجب على الليبيين أن يعدوا أنفسهم إلى المرحلة الصعبة من السنة القادمة والسنوات القادمة. يجب على الليبيين أن يعرفوا أن البترول ليس النعمة الكبيرة التي كانوا يملكونها، وهذه أعتقد أنها مسؤولية الإعلام. توحيد المؤسسات، حتى قلت لك حتى لو صار توحيد المؤسسات هذه السنة، القرارات يجب أن تكون صعبة وكبيرة وعلى المجتمع الليبي أن يتقبلها. أمتى يسير توحيد المؤسسات الليبية؟ لا نعرف، لنا سنتان الآن منقسمين، وكل يوم يزيد الانقسام، كل ما يزيد التأخر في وجود الحل. ما يجب أن يعرفه الليبيين، وهذا أعتقد أنه دور الإعلام، أنه حتى لو صار توحد المؤسسات الليبية في سنة 2017، لن يكون هناك تحسن اقتصادي قريب، لن ينعم الليبيين ببيئة بنية تحتية كبيرة جيدة، لن يكون إصلاح في ظرف سنة أو سنتين. الإصلاح يجب أن يكون هيكلي بالكامل، تغيير هيكلة الاقتصاد الليبي بالكامل. لا يجب أن تكون هناك قرارات صعبة تمس المواطن مباشرة، ولكنها ضريبة حتى نسير على الطريق الاقتصادي الصحيح. بدون هذه القرارات الصعبة والمؤلمة لن يكون هناك استقرار اقتصادي في ليبيا، لن يكون هناك تنمية، لن يكون هناك تنوع في الاقتصاد. ما حدث في 2014 2012 و2013 هو عملية صرف أموال من غير أي خطة اقتصادية، عبارة عن وجود أموال كثيرة ضخيناها في الشارع الليبي بدون أي استثمار حقيقي، بدون أي خطة، في وجود اقتصاد مشوه، في وجود شركات عامة فاشلة وفاسدة. كل هذا يجب على الليبيين أن يعرفوا، يجب أن يكون، وهذا دور الإعلام، يجب أن نقول لهم أننا دولة منهارة اقتصاديا، لم يكون باستطاعتنا حتى بعد الاتفاق السياسي أو سيطرة طرف على آخر في ليبيا، لن تكون هناك رجوع للدولة الاقتصادية التي ترعى المجتمع كأبنائها. يجب على الشعب الليبي أن يتخلى عن الكسل، أن يذهب للعمل. يجب على الشعب الليبي أن يعرف أنه ليس هناك شركات عامة في المستقبل، يجب أن يكون معد أن رفع الوقود، الدعم على الوقود. كل هذا يجب على الشعب الليبي أن يكون على استعداد. طيب، في سياق التوقعات بتحسن الوضع، سيد الشوشين، يعني توقع الكثيرون أن تتحسن الأوضاع عقب عودة إنتاج النفط تدريجيا، ولكن ذلك لم يحدث. ما السبب في استمرار الأزمة دون تحسن رغم تحسن الإنتاج في المقابل؟ تحسن الإنتاج حدث في وقت قريب جدا، يعني لا يمكن أن يعول عليه اقتصاديا حتى في حالة المشاكل الاقتصادية. المشكلة الاقتصادية بدأت منذ 4 سنوات عندما أقفلت حقول النفط، تأزم الاقتصاد الليبي. كان كل ما حصل ما يحدث الآن هو متوقع منذ 4 سنوات، هذه محصلة ما 4 سنوات سابقة. عندما ينتج النفط حاليا، ما نتوقع أن يعاد أو يتعافى الاقتصاد في خلال هذه الفترة القصيرة جدا جدا. بالنسبة للوضع العام، يعني هنا عندنا مشكلتين نجد نشخص. مشكلة عدم ضخ النفط، في نفس الوقت المشكلة الأساسية اللي حاليا غياب النقد المحلي الداخلي الذي سيطر عليه التجار، وأصبح التجار هم من يكتنزون الأموال حاليا. لما نتكلم عن النقد المحلي، كم من النقد موجود داخل ليبيا
يتراوح حدود 27 مليار حسب موجوده عند التجار. هذه المبالغ اذا لم يتم اعادتها الى المصارف لن يتحرك الاقتصاد الداخلي او تتحرك المستهلك ولن يتعافى يعني حركه الاقتصاد الداخلي على الاقل. يعني المشاريع الموعوده والخطط الاقتصاديه الخليجيه اللي تعتمد على دفع النفط بحيث ان احنا نحسن وضع الاقتصاد الدوله في المستقبل، هذه خطط تاخذ مدى طويل. انما نحكي يعني تو حاليا في مشكله يعاني المستهلك والمواطن داخل الدوله. كان في الامور يعني صار الى نوعا ما نقدر المواطن كان يعني ما يعانيش مشاكل. لما اكتنز التجار بعده اسباب هي انعدام الامن وعدم ثقه التاجر في المصارف، اصبحت الاموال موجوده في الشارع والمواطن يصعب الحصول عليها، وبالتالي معاناه المستهلك حتستمر ما دامت هذه الاموال موجوده عند التجار اذا لم يعيدوها الى المصارف. وفي نفس الوقت حتى هو التاجر في نفس الوقت التاجر سيكون في خطر اكتناز هذه الاموال، لان عجله الاقتصاد لا يمكن ان تستمر بمتكامله ما لم يتم اعاده هذه الاموال من المصارف ومن تم يعني تتم دورتها بشكل متكامل. هذا وجهه نظري فيها بشكل. طيب بالحديث عن أزمة السيولة أيضا، سيد الجابو، يرى مراقبون أن المصرف ليبيا المركزي تجاهل القيام بالعديد من الحلول الاقتصادية، الأمر الذي وقف وراء استقواء السوق الموازية وتحكمها بسعر صرف الدولار مقابل الدينار، هل توافق الطرح؟ لا أوافقه بشكل كامل. الحقيقة مصرف ليبيا كان مضطر لاتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية، وذلك بعد حدود تجاوزات في عملية تحويل الأموال عامي 2012 و2013، ثم أبلغ عنها في 2014. طبعا كان هناك تأخير في هذا الإبلاغ، وكان هناك إعلان بشأن منع أو تجميد حسابات بعض الشركات، وحتى ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة على علم بذلك. مصرف ليبيا المركزي لديه مشكلة، طبعا نستطيع أن نقول أن هناك يعني تأخر أو هناك عدم وضوح في سياسة النقدية أدت إلى هذه المشكلة، ولكن في نفس الوقت مصرف ليبيا قد توقفت عنه التدفقات المالية وأصبح في موقف حرج، خاصة بعد أن كانت ليبيا تنتج في 1.5 مليون برميل يوميا، وتدخل ويدخل على الخزينة الليبية أو خزينة مصرف ليبيا مبلغ وقدره كذا مليون دولار، وبعد ذلك بين لحظة وضحاها كما يقول أو توقف هذا توقفت هذه الدخول. الحقيقة يعني عملية إقفال الحقول النفطية لمدة 3 سنوات ألقت بظلالها وسببت مصاعب كبيرة للاقتصاد الليبي، وسببت أيضا مشكلة لمصرف ليبيا الذي عجز عن تلبية كل المطالب أمام موضوع التحويلات. لأننا نحن يجب أن نحن نعلم أن الليبيين يعني مش بس اقتصاد ريعي، يعني حتى حياتهم ريعية قائمة على الدولة في كل شيء، يعني المواطن يعتمد على الدولة في كل شيء، هي التي تأتي له بالوقود وبالغذاء وبالعديد من احتياجاتها الأخرى. والحقيقة الإنتاج هنا في ليبيا يعني يعتبر قليل جدا، كذلك نحن نعلم أنه لا يمكن أن تعود مسألة السيولة في المصارف إلا بإعادة مسألة السيولة إلا بإعادة الثقة في المصارف، والمصارف لا يمكن أن تقنع أصحاب الأعمال والتجار بهذه الثقة إلا بعد أن تثبت فعليا ذلك. يعني الحقيقة يعني هذا التوقف الذي دام أكثر من 3 سنوات كما أشرت، يعني لا يمكن أن كما حضرتك سألتي لا يمكن أن يكون الإنتاج في الأشهر الأولى. نحن الآن لم نتجاوز شهرين في عملية إنتاج، وهذا لن يكون حل. يعني حتى يستعيد الاقتصاد الليبي عافيته يحتاج إلى وقت لا يقل عن 2 سنوات حتى يكون هناك توازن في موضوع التدفقات النقدية على مصرف ليبيا، وحتى يمكن أن يعمل على فتح هذه الاعتمادات بشكل طبيعي وبدون قيود. أما في هذه السنوات أو خلال هذه الأشهر والأشهر القادمة سوف تستمر هذه الإجراءات في عملية تضييق فتح الاعتمادات وعملية تضييق بيع العملة الصعبة، لأن بالفعل يعني الآن في مشكلة خاصة في داخل مصرف ليبيا من حيث أنه هو غير قادر على تلبية كل الطلبات فيما يتعلق بفتح الاعتمادات، وخاصة المشكلة الثانية وهي قرار 1970 الخاص
الراضي بتجميد الأموال الليبية هو لا زال قائما حتى هذه اللحظة، ولم يرى مجلس، وبالنسبة لمجلس الأمن سوف لن يرفع أو يلغي هذا القرار إلا بعد أن يتأكد أن هناك توافق سياسي، وهناك انتهاء للانقسام السياسي، وهناك استقرار أمني وعودة للحياة الطبيعية في ليبيا. في هذه الحالة يجوز إلى مجلس الأمن أن يرفع هذا الحصار المالي، وبالتالي ترجع هذه الأموال التي هي عبارة عن استثمارات ليبية في الخارج، ممكن أن يتم استغلالها لمصلحة إعادة وبناء الاقتصاد الليبي وإعادة هيكلته كما ذكرت في هذا الموضوع. طيب. يعني موضوع إعادة هيكلة الاقتصاد الليبي حتى هي تحتاج إلى وقت، ولكن احنا نتكلم على الحلول الوقتية الآنية التي يجب أن ننظر فيها بشكل سريع، لأن على الرغم من استمرار تجميد الأموال وهناك مشكلة اقتصادية. طيب، على الرغم من استمرار سريان هذا القرار، ولكن هنالك معالجات سيد السنوسي من قبيل إعطاء 300 مليون دينار ليبي سلفة من المجلس الرئاسي لصندوق موازنة الأسعار لاعتمادها في توريد مجموعة من السلع الأساسية. هل ترى أنها ناجعة هذه الاستراتيجية، أخذا في عين الاعتبار قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية؟ أعتقد أنه هو مسألة المعالجة التي تحدث عنها الرئاسي مع ديوان المحاسبة هي معالجة تلفيقية، معالجة آنية لمسألة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، العودة بنا إلى الخلف، إلى هذا النظام المتخلف، نظام الجمعيات الاستهلاكية. هو أمر معيب جدا. 300 مليون دينار ليبي ما يساويها بسعر الصرف الرسمي للدولار حوالي 200 مليون كسر. لو تعطى مثل ما قال سيد وحيد في حلقة سابقة من برنامجكم، لو تعطى مباشرة إلى المواطن في حساباته المصرفية، لكل مواطن يصرف لهم هذا المبلغ من العملة الصعبة، حينها ممكن أن نقول أن هذا حل صحيح. أما أن نعود إلى الجمعية الاستهلاكية التي تحدثنا عنها في السابق، التي كانت يوما من الأيام هي سبب تهريب السلع إلى الخارج عبر أسواق الجملة في ليبيا ومنها إلى الحدود مع دول الجوار مثل تشاد والنيجر وتونس والسودان وغيرها من دول الجوار التي ترتفع فيها أسعار هذه السلع. لا أعتقد أن هذا هو الحل الصحيح لمسألة ارتفاع. هناك حزمة من الحلول الأخرى قد تتخذها الدولة الغائبة التي لا ندري أين هي، ثلاث حكومات مع مجلس نواب، مع لا أدري كم لدينا من ديوان محاسبة هنا وديوان محاسبة هناك. الحل يحتاج لصبر. أما أن نعود للجمعيات الاستهلاكية أو صندوق موازنة الأسعار أو ما يسمى سابقا بمؤسسة السلع التموينية هو خطأ فادح، سيسبب إيقاف مزيد من الأموال ولن تصل السلعة أصلا للمواطن. المواطن سيعاني أمام الجمعيات الاستهلاكية في طوابير طويلة من جديد، ينتظر الحصول على 2 علب طماطم، على 2 علب زيت أو غيره. المواطن سيعاني من جديد وسيعاني أكثر، ولن تنخفض أسعار السلع، وهذا مجرد في السابق. أما إذا عدنا إليه الآن ونحن نعاني من مشاكل أصلا اقتصادية، في زمن المؤسسة السلع التموينية من قبل سنوات كانت تشتري سلع غذائية بوفرة كثيرة جدا، سببت انخفاض السلع حتى في سوق الجملة إلى أسعار تناسب كل المواطنين وحتى الأجانب المقيمين في ليبيا. لكن في هذه الحالة أو في هذا الوقت سوف نجلب سلع ضئيلة جدا لا تتناسب مع عدد الشعب الليبي، زد عليها الأجانب، زد عليها الدول الجوار التي تعتمد على التهريب من ليبيا. يعني في آخر الأمر سيستغل هذا الحل السماسرة، سيستغلها من اغتنوا يوما على حساب المواطن الفقير من يديرون هذه الجمعيات الاستهلاكية المتخلفة. أعتقد أن يعطى المواطن نصيبه من هذه المبلغ الذي سيصرف بالعملة الأجنبية في جيبه مباشرة، أفضل من استيراد سلع عن طريق صندوق اختلال أو موازنة الأسعار. واضح. إذا سيد برعصي، هذا الحل التلفيقي بحسب وصف السيد السنوسي، هل ترى أن له لربما جانب إيجابي قد يتعلق برفع أو تخفيف المعاناة على المواطن؟ أنا أتفق مع سيد سنوسي في هذه النقطة. أي تدخل الدولة في السلع التموينية هو عبارة عن مدخل للفساد، وصندوق موازنة الأسعار
لديه تجربة سيئة خلال سنة 2012 2013 في أسعار الدقيق، كان البيع والشراء يتم أكثر من مرة لنفس شوال الدقيق. لا، أنا ليس لدي ثقة في أي جهة عامة تمتلك الأموال المجانية، هذه أموال مجانية لا تصرف عليها جهد، ولا أعتقد أن المواطن سيستفيد. كل الأموال ستذهب للتهريب، ستذهب إلى شراء سلعة غير جيدة، حتى مع القوانين التي وضعها ديوان المحاسبة. الحل صعب، الحل ليس سهل، والليبيين سيعانون، ولكن الأهم يعانون على نتيجة جيدة. يجب أن يعانوا لفترة معينة هذه السنة 2017، ولكن النتيجة يجب أن تكون جيدة بتحرير أسعار المواد الغذائية، بإعطاء هذه القيمة إلى المرتبات، زيادة للمرتبات، وعدم تدخل الدولة في توفير السلع التموينية وما إلى ذلك، لأن هذا التدخل يؤدي إلى باب فساد كبير. وهذا باب الفساد موجود من الثمانينات والسبعينات والتسعينات وخلال الألفينات، وحتى بعد ثورة 17 فبراير رأينا مدخل اهدار الاموال العامه، اهدار للسلع التموينيه المستورده. لا اتفق مع حل ديوان المحاسبه وحل المجلس الرئاسي، يجب ان يترك هذا الشيء للعرض والطلب للسوق، وان يكون اذا كان هناك دعم يجب ان يذهب الى المواطن، وان يكون دعم محدود، وحتى لا يسبب عمليه تضخم اكبر للاقتصاد. الشيء طيب. الاخر يعود اني بنوضح له تفضل. بنوضح ان عندنا مشكلتين، عندنا مشكله ماليه وعندنا مشكله اقتصاديه، وهن الاثنين فيهم فرق كبير. المشكله الماليه هي عدم وجود السيوله، كيف نحلوها؟ والمشكله الاقتصاديه اللي هي البنيه الكامله للاقتصاد الليبي، اللي هو اعتقد انه هو اهم للعلاج واهم للتفكير من المشكله الماليه، اللي ممكن تنحل بعد أن يستقر الوضع سريعا في ليبيا. طيب، هذا يقودنا إلى الحديث عن عامل الثقة. سيد الشويشين، هل ترون أن عامل الثقة يتوفر في الشارع الليبي تجاه المؤسسات المالية بشكل عام للدولة؟ للأسف الشديد عامل الثقة يعني انتزع من المواطن تجاه المؤسسات الدولة بالكامل. أعتقد أن المواطن حاليا لا يثق في الدولة ولا يثق في قراراتها، وهذا ما ينعكس على عدم تجاوز المواطن في حتى العصيان، وحتى طرح ان هو دعوة للعصيان ورغبة ان هو تحسين الوضع الاقتصادي، لكن يعرف المواطن جيدا ان هذه الحكومات وهذه الدولة التي امامه لن تقوم بالحل. يعني المواطن فاقد الثقة في الدولة، في المصارف، في كل ما بأجهزة الدولة، وبالتالي يعاني المواطن حتى يعني معاناته يحاول يحط يعني يحلها بنفسه فقط. لهذا السبب ضع وجوه المواطن عن التواجد في مثل هذه الاقسامات، لانه لا يجب ان يستمع اليه. ما الذي سيستمع للمواطن عندما يعبر عن رايه في هذه السنه؟ ثلاث حكومات، ثلاث واربع جهات سياديه، مركزي منقسم الى جزئين، ديوان محاسبه كما سبق الاخ منقسم الى جهتين. لمن توجه نداءك؟ من الذي سيسمع؟ من الذي سيعالج المشكله؟ هذا مفقود لدى المواطن، وبالتالي فقد الثقه في ان تكون هناك دوله منظمه امامه، اضافه الى العوامل الاخرى اللي هي فقد الامن والخوف من اي ارتكابات في حقه عندما يقوم بالتظاهر. طيب، هذا رايي فيه. طيب سيد الجبو، بشكل عام كيف تقيم آخر التحركات بشأن إنقاذ ليبيا من أزمتها الاقتصادية؟ اجتماعات روما، لندن، إمكانية الآن يعني دعم صندوق موازنة الأسعار من قبل المجلس الرئاسي، كيف تقيم هذه التوجهات؟ بالنسبة لمؤتمر روما ومؤتمر لندن، نحن لم نرى شيئا على الأرض، يعني سمعنا بهذا المؤتمر، ولكن نريد أن نرى أن بعض الخطوات التي تم اتخاذها تنعكس إيجابا على 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 الدولة الليبية وعلى المواطنين. أما فيما يتعلق يعني بالنسبة لعملية الدعم السلعي، الحقيقة أن هذا أعتقد أنه هو خطأ، وهذا الخطأ يجب أن نتلافاه، لأن نحن نعلم أن لدينا تاريخ سابق مع هذه الجمعيات، وهي كانت طبعا
طبعا تدار بإدارة سيئة جدا، وكانت السلع لا تصل. وفي ذلك الوقت يعني كان في أيام النظام السابق كانت هناك دولة، هناك حرس حدود، هناك يعني حرس بلدي، ومع هذا التهريب والتحايل كان موجود، فما بالك بالآن. يعني الحقيقة أن الآن نجند 300 مليون دولار إلى لاستيراد هذه السلع، ثم تختفي نص هذه الكمية أو ربع هذه الكمية. نعلم أن هناك منظمات دولية قد ذكرت في تقارير سابقة بأن تشاد والنيجر عام 2012 و13 لم تستورد كيلو واحد من الدقيق، وكان هذا كل تهريب من ليبيا. الآن نعلم أن ليس هناك يعني ليس هناك حراسة مشددة على الحدود الليبية، ليس هناك ضبط لهذه الأمور، فماذا نفعل؟ الحقيقة أعتقد أن هذه المبالغ يجب أن يتم إحالتها على، طبعا هذا حل يكون أجدر أن نتبع، إحالتها على المصارف والقيام ببيع هذه المبالغ أو هذا 300 مليون دولار إلى المواطنين، وبذلك نحقق يعني نقطتين هامتين، وهي النقطة الأولى أن نستطيع أن نعود بالسيولة أو بالعملة النقدية الليبية بمبلغ 600 مليون في حالة أن تم بيع الدولار الواحد باثنين دينار. طبعا نعرف أن الدولار مسعر في مصرف ليبيا بجنيه واربعين، ويمكن أن يكون هناك 60 قرش لضريبة، وبالتالي يصبح 2 دينار، 2 دينار يباع الدولار الواحد، فتدخل على خزائن المصارف التجارية الليبية 600 مليون. تستطيع هذه المصارف في خلال 6 أو 7 أشهر كافية هذه الكمية لعملية التداول في داخل البلاد، وبالتالي ننهي على الأقل في 6 شهور قادمة أو في 8 شهور قادمة مشكلة السيولة. النقطة الثانية اللي بنحققها من هذا الموضوع وهو إسقاط الدولار، في حالة بيع 300 مليون دولار في المصارف التجارية فسوف يسقط سعر الدولار أو العملة الصعبة من السوق من 300 من 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 7 دينار سيصل إلى 3 دينار نتوقع أو 2 دينار ونص. هناك يعني هذا فيما يتعلق بموضوع موضوع الدعم السلعي، يجب أن نتوقف عن هذا التفكير وأن نتجه إلى اقتصاد السوق، ويجب أن وعندما نطرح هذه الأموال في المصارف ويسقط الدولار من 7 إلى 3 طبعا التجار حيكونوا أحد زباين هذه العملة، وبالتالي سيقومون باستيراد سلع تخص كل الليبيين وبأسعار أقل بكثير، يعني من 7 إلى 3 أو إلى 2.5. الحقيقة هذا يعني انخفاض جميل جدا، يعني خطوة طيبة إلى الأمام حتى نصل إلى أن يصل سعر الدولار إلى جنيه واربعين. هذا طبعا لن يتحقق إلا عندما تكون ليبيا تصدر كميات كبيرة تصل إلى 2 مليون برميل وتتدفق العملة الصعبة على مصرف ليبيا. بالنسبة للخطوات الثانية، الحقيقة هناك مجموعة من الخطوات يجب أن يتخذها المجلس الرئاسي، ولكن يبدو أن المجلس الرئاسي الآن أو الجهات المختصة هي مشغولة بموضوع الصراع السياسي ولا وقت لها للوضع الاقتصادي. كذلك الموضوع الثاني والمهم جدا وهو الاستقرار الأمني، وكما ذكرت لا يمكن أن يكون هناك حل اقتصادي بدون استقرار سياسي وأمني. طيب إذا أنت تطرح العديد من المعالجات في هذه النقطة. نعم، أنت تطرح العديد من المعالجات للخروج من الأزمة الاقتصادية. اسمح لي أن أنتقل إلى سيد السنوسي لنضيف عليها ونأخذ أيضا رأيها في الموضوع. سيد السنوسي، ما المطلوب في وجهة نظرك إلى جانب ما ذكره السيد الجبو من المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بليبيا؟ هو المعالجات الحالية أو المعالجات الآنية لن تؤتي ثمارها ما لم يكن هناك توحد على المستوى السياسي. يكفينا تشرذم الإخوان في البرلمان، الإخوان مش عارف في مجلس دولة ما دولة، الإخوان في مجلس رئاسي ما رئاسي، عليهم ترك هذه الحساسيات والمشاكل الشخصية التي بينهم التي أثرت سلبا في الشعب الليبي، وانقسم الشعب الليبي إلى دولتين، دولة هناك ودولة هنا، وثلاث حكومات، ونقد يطبع في من البيضة، ونقد يطبع من طرابلس، ونقد سوف يطبع هناك من سبها، حتى على المستوى النقد الدولة شردمت وفرقت بسبب هذه الصراعات الفارغة التي لن تؤتي أي شيء بالنسبة حتى لمن سبب فيها. أما الحلول الآنية السريعة الآن، أعتقد أن المجلس الرئاسي أخطأ مثل ما قلنا في الدعم السلعي.
أعتقد أن استبدالها بالدعم النقدي الذي تكلمنا عليه من سنوات طويلة من خلال صحف من خلال قنوات تكلمنا يجب الانتقال فورا من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي في جيب المواطن مباشرة. أريد التنويه لنقطة دعم المحروقات وهو الذي يعتبر الدعم الأكبر في هذا المجال في مجال الدعم السلعي. دعم المحروقات حوالي 7 مليار دولار سنويا، يهرب منها ما يزيد عن النصف. الوقود يهرب الآن بشحنات كبيرة جدا لمالطا عبر الطواخر وعبر ناقلات نفط، ناقلات نفط يملكها صيادون في مالطا أو تملكها نقابة صيادون هناك ويملكها بعض الليبيون. يتم تزويدها بالوقود بمئات الأطنان من الوقود تهرب إلى مالطا، تهرب إلى تونس، تهرب إلى الجزائر، تهرب وتهرب. يجب الآن استبدال هذا الدعم، حتى دعم الوقود. لا أعتقد أن كل مواطن ليبي لديه سيارة. نحن نفوت أصلا، ظلمنا المواطنين الذين لا يملكون سيارة، ظلمناهم عندما دعمنا هذه السلعة لمصلحة مواطن ضد مواطن آخر، وهذا ظلم شديد. يعني لابد أن نعطي ذلك المواطن المظلوم ثمن الوقود في جيبه مباشرة حتى يتوقف هذا الاستهتار بالاقتصاد الوطني وهذا التهريب المفتوح على مصراعيه في كل مكان. هذه من ضمن الحلول الآنية الزمنية التي يمكن حدوثها في الوقت الحالي. طيب. أما الحلول بعيدة المدى، أريد فقط إكمال هذه، أما الحلول بعيدة المدى فكما قال السيد سلمان البعرسي أن نحن دولة ريعية، نحن اقتصادنا هو لا ميهش، سببه تلك المقولات الفارغة التي أتى بها النظام السابق. يجب إلغاء كل هذه الفوضى في الاقتصاد الليبي والانتقال إلى اقتصاد متنوع المصادر بدل الاعتماد على مصدر النفط فقط. طيب سيد برعصي، هل من خطوات عملية أخرى ترى أن المصرف مصرف ليبيا المركزي يجب أن يتخذها استثمارا لقرار الرئاسي وتحقيق انتعاشة قريبة للاقتصاد في ليبيا؟ أول شيء أتفق مع سيد جابو في عملية السيطرة على الدولار، ولكن يجب التوضيح مرة أخرى أن الدولار لن يرجع إلى سعر 1.40 جنيه، هذا مستحيل في الوضع الموجود في ليبيا والمستقبل القريب، مستحيل أن يرجع إلى دينار 40. وأعتقد أن السعر المناسب والذي يجب أن يتغير في المصرف المركزي أن يكون بين 3 دينار و3.5 دينار. يجب أن نهيئ الليبيين لتقبل هذه المعلومة وهذه القرار الصعب. الدينار لن يرجع إلى دينار وأربعين قرش مرة أخرى، مستحيل إذا أردنا الانطلاق بالاقتصاد. الحل الثاني واتفق مع سيد السنوسي، إلغاء الدعم الفوري، إلغاء الدعم الفوري على الوقود. الدعم الفوري حوالي 8 مليار دينار ليبي سنويا، يجب أن يعرف الليبيين أنهم يصرفون 8 مليار دينار على دعم وقود لا يأتي بشيء للاقتصاد. الليبيين في الموازنة العامة يصرفون 1 مليار للتعليم ويصرفون 2 مليار للصحة. هذا يبين أن هناك خلل في الميزانية الليبية، يبين أن هناك خلل في أوجه الصرف. الليبي يجب أن يعرف أن سعر اللتر البنزين الذي هو يشتريه ب 15 قرش سعره الرئيسي هو دينار وربع أو دينار 15 قرش. يجب أن يعرف أن هناك دينار ضائع. 7 مليار أو 8 مليار دينار سنويا في ليبيا يمكن لها بناء 1000 مدرسة، يمكن لها بناء 100,000 شقة، يمكن لها تزويج 100,000 شاب، يمكن لها بناء 16 مستشفى سعة 1000 سرير في مدن ليبيا كلها، يمكن لها بناء طريق مزدوج من رأس جدير إلى مساعد. كل هذا بدعم البنزين الذي نشتغل به سنويا وهو يضيع هباء منثورا في الطريق، وكذلك لا يستفيد به الليبيون. هناك عائلة تمتلك في 10 سيارات و7 سيارات، وهناك عائلة لا تمتلك أي سيارة، فلا يوجد عدالة في التوزيع. هناك في سنة 2014 هناك 400 مليون لتر بنزينة تم تهريبها من زوارة والزاوية إلى مالطا وتونس. 400 مليون لتر بنزينة يساوي 400 مليون دينار. هذه 400 مليون دينار كان بإمكانها بناء بنية تحتية في مدينة زوارة بالكامل، بناء بنية تحتية في مدينة صرمان وصبراتة والزاوية بالكامل. يجب أن يعرف الليبيين أن الدعم البنزينة هو عبارة عن سرقة للأموال الليبيين، ويجب عليهم الاستعداد إلى رفع سعر البنزينة من 15 قرش إلى دينار في القريب. طيب. إذا أردنا تحسين الاقتصاد وتحسين المشكلة المالية الموجودة في ليبيا. طيب إذا أريد أيضا تحسين وضع الاقتصاد، سيد الشوشين، هل تتوقع اتخاذ قرارات اقتصادية أخرى من الرئاسي؟
والله القرارات من الرئاسي حتخرج على التوالي، هذا ليس يعني، لكن نعتبرها غير ذات جدوى. يحاول الرئاسي قدر الامكان ان هو يجد حلول، ولكن الحلول تبقى يعني عاجز عن التنفيذ، لان الوضع الموجود عليه دول لا يمكن تنفيذ في اي قرار. اي قرار يصدر يجب ان تكون له ظروف ملائمه للتنفيذ. الظروف الملائمه لا توجد حاليا، يعني لا توجد ظروف ملائمه لتنفيذ اي قرار ممكن ان نقول عليه قرار ينقذ الاقتصاد في ليبيا. الامر يعني في قرارات جريئه يجب ان يتخذها مصرف ليبيا المركزي، يعني بحيث ان هو يعيد الثقه للمواطن والتاجر في التعامل، ويعيد حركه الاقتصاد الداخلي. هذا ما يسعى اليه الدوله الاولى. اما بالوضع الحالي اي قرار تتخذ ما لم تكون يعني فيها تحسين للوضع الداخلي، الاقتصاد الداخلي اقصد المحلي، او جعل المستهلك بامكان الحصول على السلع حتى في ظروف الصعوبه، لا يمكن نتفائل بان اي قرارات ستصدر في المستقبل تكون ذات جدوى. طيب سيد الجبوة، الان بما ان المجلس الرئاسي يعد ميزانيه 2017، ما الاولويات التي يجب مراعاتها عند وضع الميزانيه وتحديد اوجه صرفها او ابوابها؟ طبعا لدي ملاحظه، يعني انا لم اجد اي مبرر يعني لتضخيم استيراد الوقود. نحن لدي ملاحظه في هذا الموضوع، يعني نحن نعلم ان موضوع الدعم السلعي في العالم كله هو خصص للفقراء الا في ليبيا، يعني لم يخصص للفقراء. الفقير في ليبيا لا يملك 10 سيارات كالغني، لا يملك، احيانا يملك سياره واحده او لا يملكها، وبالتالي هذا التبذير وها في يعني اكثر من 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 7 مليار دينار، طبعا هذه تعتبر جريمه في حق الوطن. والان كما قال الاستاذ البرعصي يعني يهرب بكميات كبيره. الحقيقه يعني في حاله عندما ننجح في محاربه الفساد، وعندما ننجح في محاربه التهريب بشكل كبير، ونضم من سلامة حدودنا البرية، في ذلك الوقت نستطيع أن نستورد هذه الكميات. لكن أنا الآن لا أجد أي مبرر للاستمرار في تضخيم، يعني سنة بعد سنة الزيادة تتم في عملية استيراد الوقود بدون أي مبرر، في الوقت الذي لا يستفيد من هذه يعني الوقود إلا المهربين. هذه من نقطة. أما من نقطة موضوع الأولويات، أعتقد أن ليس هناك في موضوع الميزانية ليس هناك أي مشكلة في أن تقوم الدولة في دعم تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، ودعم مشروعات الشباب، وخاصة أقصد المشروعات الصغرى والمتوسطة. الميزانية القادمة يجب أن تركز على موضوع تحسين الخدمات، لأن الخدمات بالفعل هناك تردي فيها، وكذلك موضوع تحسين الإنتاج، أي بمعنى أن الخدمات المتجسمة في التعليم وفي الصحة وفي المرافق وفي البنية التحتية بشكل كبير، وكذلك يجب البحث منذ الآن على حل لمشكلة الشباب الذين يعانون البطالة. نعلم جيدا أن الكليات الجامعية والمعاهد والمدارس العليا المتخصصة تخرج لنا سنويا الآلاف من الشباب الخريجين، ولكن سوق العمل لا يقبلهم، أو ليس هناك تناسب بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. يجب أن تعمل اللجان الموجودة في الدولة الليبية على موضوع تناغم بين مخرجات التعليم وسوق العمل. يجب أن تتجه الدولة إلى بناء الإنسان أو الموارد البشرية من خلال دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة، من خلال إعادة يعني تخصيص بعض الميزانيات لاستيراد المواد الخام التي يمكن أن تشغل المصانع. هناك العديد من المصانع في القطاع العام وفي القطاع الخاص لا زالت متوقفة منذ سنوات بسبب عدم وجود قطع غيار، وبسبب عدم وجود حتى مواد تشغيل. لابد أن يكون الاقتصاد الليبي يعني في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ ليبيا اقتصاد متزن، لا يعتمد 100% على استيراد السلع من الخارج كالدواء والغذاء، وإنما على الأقل نحن لا نقول تصدير سلع ليبية إلى السوق الدولي، لا نريد تصدير، نحن نريد اكتفاء ذاتي من منتجات الزراعية والفواكه وبعض الصناعات يعني الخفيفة. في المجمل هنالك العديد من التحديات التي تفرض نفسها. اسمح لي في هذا السياق أيضا أن نسأل سيد السنوسي، هل يمكن أن نرى بصمات لجهات مالية دولية في ميزانية العام القادم 2017؟
أنا لم أسمع للسؤال جيدا أختي عزيزة، لكن لا أعتقد. أعيد لك سؤال من جديد لربما تسمعه بشكل أوضح. هل من الممكن أن نرى بصمات لجهات مالية دولية كصندوق النقد الدولي مثلا في الميزانية التي يقوم بإعدادها الآن المجلس الرئاسي، ميزانية العام القادم؟ أختي العزيزة، أعتقد أن صندوق النقد الدولي أسدى لليبيا مجموعة من النصائح خلال سنوات الماضية وما قبل حتى الثورة، يسدي لها نصائح على جميع المستويات، التخطيط والمالية والسياسة النقدية. أعتقد أن الصندوق الدولي لا تهمه كثيرا ليبيا في هذا الوقت، ولا أعتقد أي منظمة دولية يهمها أن ينتعش الاقتصاد الوطني أو يعود إلى ما كان عليه السابق. ليبيا ليست محتاجة لهذه المنظمات إلا على سبيل المشورة والنصيحة فقط. أما مثلا يشاع أن ليبيا يمكن أن تقترض من الخارج، من البنك الدولي أو من غيره، ليبيا في الحال لا زالت لديها أموال احتياطي نقدي أعتقد لا بأس به إذا ما صرح به المركزي مع احتياطي ذهب، زائد نحن نمتلك المؤسسة للاستثمار هذا الصندوق السيادي الذي أؤكد أنه يمتلك 165 مليار، مع صندوق الاستثمار الداخلي والتنمية الذي يوجد في طرابلس الذي يمتلك حوالي 9 مليار بالمشاركة ما بين المؤسسة للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي. أعتقد لو توحدنا وتركنا هذا النوم في العسل، النوم في العسل، هناك نواب ينامون في العسل في القاهرة وآخرون ينامون في العسل في كمرت في تونس وآخرون لا أدري أين ينامون في العسل، الكل نائم في العسل والشعب الليبي يعاني المشاكل والويلات. وأيضا الشعب الليبي يجب عليه أن يترك هذه الثقافة، ثقافة التواكل والتوكل على الدولة فقط دون أن يتوكل على العمل على الله أولا ثم العمل. نحن متكاسلون، الشعب الليبي لا يريد أن يعمل، الشعب الليبي ينام، يستعد أن ينام ليلا نهارا أمام المصارف للحصول صحيح على مرتبه الذي أعتقد أن هناك الكثير لا يعمل حقيقة حتى يحصل على مرتب هذا بشكل بالحلال. طيب أنت أشرت إلى 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 مواقف النواب كما تقول، ولكن سيد برعصي هذا يقودنا إلى سؤال: ما مدى قانونية اعتماد ميزانية العام القادم في ظل رفض مجلس النواب والجهات الشيعية التي من المفترض أن تصادق على الميزانية، رفض هذا المجلس للاتفاق السياسي والحكومة المنبثقة عنه؟ بالحق لا أعتقد أنه سيكون لها تأثير، لأن مجلس النواب عبارة عن واجهة سياسية ليس لها تأثير على الميزانية. رأينا 2014 2015 2016 كل هذا كانت الحكومة في حكومة الغويل كانت تصرف من خلال مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وكانت تسير بعض القطاعات. لا أعتقد أنه سيكون لها ذلك التأثير في الميزانية، وخاصة إذا أراد المجتمع الدولي المضي قدما مع حكومة السراج والمجلس الرئاسي. الفكرة كلها ماذا سيكون المجلس الرئاسي، خطة المجلس الرئاسي، هل ستكون واقعية ولها القدرة على تحسين الاقتصاد وتحسين الوضع المالي للدولة أم لا؟ مجلس النواب والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة لا أعتقد أن سيكون لهم تأثير. هؤلاء سبب مشكلة كبيرة في ليبيا ولا أعتقد أن سيكون لهم أي دور في حل هذه المشكلة. طيب سيد الشوشين، ما رأيك، ما مدى قدرة الرئاسي في الحصول على تمويل كافي للميزانية في ظل عدم عودة الإنتاج النفطي إلى طبيعته؟ أعتقد أن مهما كانت ميزانية الرئاسي التي سيقدمها سواء كان يرجو منها اعتماد داخلي من البرلمان أو أن حتى يطمح في دعم خارجي لها، أعتقد أن هذه الميزانية لن تكون إلا في حدود مقوى استراتيجي، يعني وفق حتى صد الإعلام أن يقوم في تنفيذ بنود إلا ما هو استراتيجي ويخدم حاجة المواطن مثلا في مجال الصحة أو في مجالات استراتيجية متعلقة بحياة الناس. وبالرغم التقصير الذي حصل حتى الآن، يعني يجب أن توجه الميزانية في هذه الجوانب، لأن أي جوانب أخرى يرتجى من تنفيذها من خلال ميزانية معدة أعتقد أنها ستكون يعني لها مردود يعني على الواقع الحاصل الآن. في ظل هذا الفقد الكبير للأمن وهذا التشرك في وعدم السياسة الواحدة وعدم المؤسسات السيادية التي ستراقب هذه الميزانية حتى هي يعني منقسمة إلى جزئين إضافة إلى مصرف المركزي، يعني أعتقد أن الميزانية ستكون ميزانية هشة لم ينفذ منها إلا ما هو استراتيجي. المواطن كما صارت ميزانيات في السنوات السابقة والتي رأيناها أن هي لم تقوم بمشاريع تنموية
في الدولة. واضح سيد الجابو، هل ترى أن موارد الدولة ستكفي لتمويل الميزانية القادمة؟ هي طبعا حتكون هناك عجز في ميزانية الدولة، ولكن يعني يجب أن يكون هناك شيء اسمه إعادة ترشيد الإنفاق. الحقيقة هناك أموال كثيرة قد بعثرت في 2012 و13، وهناك عمليات فساد قد حدثت في الجهاز الحكومي، لا ندري ما مصير هذه القضايا. الآن الحقيقة يعني ديوان المحاسبة أصدر تقريره السنوي لعام 2014 و15 و16، يعني قصدي 13 و14 و15، يعني تقرير مخجل جدا، يعني يتحدث فيه عن تنامي الفساد بشكل خطير يعني. ولهذا سيكون طبعا في الميزانية القادمة عجز، ولكن لابد أن نعمل من أجل إعادة ترشيد الإنفاق العام، نقلل من الدين العام. كذلك الليبيين كلهم مدعوين إلى ترشيد الاستهلاك. الحقيقة الاستهلاك يعني السنوات الماضية كان مبالغ فيه جدا، تجد في القمامة يعني كميات كبيرة من الطعام من سنوات، من الخبز. يجب أن نغير هذه الثقافة، يجب أن نستغل كل ما هو موجود، يجب أن نعمل من أجل تحسين. يعني بالنسبة لموضوع الميزانية، لدي نقطة فيما يتعلق بهؤلاء الشباب الخريجين الذين الحقيقة للأسف تنتظرهم طوابير العاطلين. يجب أن نعمل على احتواهم وعلى إيجاد فرص العمل لديهم، نعمل من أجل على الأقل توفير الحياة الكريمة لكل الليبيين من خلال هذه الميزانية. ثم هناك نقطة، يعني ميزانية الليبية في السنة القادمة مهما كانت، لو تقارنيها بميزانية دولة أخرى في إفريقيا أو في آسيا عدد سكانها 6 مليون، فسوف تكون كافية. لكن احنا في ليبيا عندنا مشكلة، وهو المبالغة في كل شيء. اذا اجتمعت الارادة الشعبية وهناك كان تخطيط اقتصادي سليم، سوف يعني هذه الميزانية تكفينا. حتى لو كان فيها عجز، في حالة ان احنا اتخذنا خطوات صحيحة في اتجاه ترشيد الاستهلاك، وفي اتجاه وقف النزيف امتاع الوقود، ووقف التهريب، والعمل على من حب ليبيا وتقديس هذه البلد. لان نحن كليبيين نشعر بأن بالفعل يعني كما يقول المثل، لحم كتافك من خير هذه البلاد. فعلينا حماية هذه البلد الطيبة، هذه الأرض المعطاءة اللي ربي أعطانا فيها البترول، وأعطانا فيها الغاز، وأعطانا فيها الساحل على 2000 كيلو. ولكن دركنا وقت الحلقة. بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم وبرنامج العاشرة. نشكر ضيوفنا، كان معنا عبر الأقمار الصناعية من طرابلس المحلل الاقتصادي وحيد الجبو، وعبر الهاتف من طرابلس الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي إبراهيم السنوسي، أما عبر سكايب من بيروت الناشط السياسي سليمان البرعصي، وعبر الهاتف من سبها الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي إبراهيم شويشين. شكرا لكم مشاهدين على كرم المتابعة، تقبلوا تحياتي ودمتم في أمان الله.